هلا انا بابا طلع على المانيا من شي 5 6 شهور على اساس انه الامور رح تمشي بسرعه وما تيسرت، واستنى لاخذ الاقامه واخذ الاقامه وما صار شيء يعني بسرعه لانه عجقه كثير بالسفاره الالمانيه، وهو عم بيساوي اللي عليه. وهلا ماما ان شاء الله تطلع على النرويج ان شاء الله انه يكون الامور هنيك اسرع، انه اكيد ما في عجقه بالنرويج مثل ما في عجقه بالمانيا. هلا هي انا ما حسيت اتقدم مع ملفها لاني انا كنت قاعد بالشام وعلى الصيان لانه على الحدود اللبنانيه ما بحسن فوت انا لاني تحت ال 18 ناطر خبر من شي سفاره سواء كانت اي سفاره ما بتفرق، المهم انه نطلع من 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 هذا المكان. انه بابا سافر ضليت انا هون لحالي وكل اخواتي، ما حنقول كان حظهم احسن مني، كانوا هن اشطر مني وحسنوا يلاقوا شيء يسافروا عليه. وهلا بنفس الشيء انا كمان قاعد بلبنان هون لانه ماما بدها تسافر، رح اقعد بلبنان هون لحالي، ما عندي شيء اعمله، يعني ما عندي شيء عظيم مثل اللي كنت ساويه انا بالشام، يعني ضل هلا بالشام احسن لي، بس نفس الوقت ما فيني ارجع على الشام، انا ما فيني ارجع على الشام لانه ما فيني فوت على الحدود بدون ابي، ما فيني ساوي اقامه هون كمان. عم بحاول اني ابني شوي من حلم بس عرفان انه ما حيتحقق هون بلبنان، اني صير لاعب كرة قدم محترف بيوم من الايام. ويشلش حدا. بتمرن مع فريق 4 ايام بالاسبوع، بمرن اولاد صغار يعني بعمر 2005 2006 يعني عمره 10 سنين 11 سنه. يعني هذا ملخص اللي بدي اقعد اساويه بلبنان لحتى استنى انا وراي. حسيتك شو بصير على الزتيت هي؟ على الجنيه تبعنا حسيتك شو بصير بالتيتي؟ اقسم بالله تفكر قذيفه اجت من الشام لهون هاوين.